السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة على قناتكم حسن الإسلام. خلقنا الله وفطرنا على فطرة سليمة، ووضع لنا أدلة كثيرة على وجوده، وأرسل لنا الرسل ليذكرونا ويقوموا انحرافات الذين انحرفوا وانجرفوا في مستنقع المادية، ووضع لنا دلائل على صدقهم، ومن ضمنها الإخبار بالغيب. فأزعج هذا الكفار والمرتدون، ولم يجدوا سبيل لرد هذه الحجج العقلية والنقلية الثابتة إلى السفسطة، وشرحنا ووضحنا هذا بعشرات المقاطع السابقة، أو كانوا يلجؤون إلى أسلوب الصدمة. أسلوب الصدمة أسلوب طلع على عدد من البسطاء، وهو أسلوب يتم اتباعه عن طريق إظهار كل ما خالف الإسلام بطريقة بجحة وعرضه أمام الناس، حتى لو كانت الناس تعترض عليه وتصويره على أنه من الإسلام. فعلى سبيل المثال المهدي، كل المسلمون يعلمون أن خروج المهدي من علامات الساعة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف لهذا المهدي وكيف تتم بيعته. فماذا فعلوا؟ الخطوة الأولى هي الصدمة، وهي إظهار شخص يدعي أنه المهدي. أنا المهدي المنتظر حمد الله بنفس العرم، أخبر عني محمد رسول الله، وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها. قافزين فوق الأحاديث التي تتكلم عن أشراط خروجه، مما يشكل صدمة للناس، وتنقسم الناس بين مصدق ومكذب، والمكذبين ينقسمون إلى مكذبين لهذا الشخص بالأدلة الشرعية، ومنهم مكذب منكر للموضوع بكلية. وبداية سيكون هؤلاء المكذبون بكلية قلة، أو إخراج مثلا مقاطع مزيفة يفبركون كلام أناس بأنهم ينطقون الشهادة، وعنوانه عدد كبير من الصينيين اعتنقوا الإسلام في يوم واحد. المقطع شاهده الملايين، فهذه النسخة وحدها جمعت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على منصة فيسبوك في أسبوع. وبعد تداول الناس لهذا المقطع يكشفون للناس أنه كذب، مما يشكل صدمة وشك. طبعا الفيديو ليس في الصين بل في الفلبين، ولا علاقة له بكورونا من قريب أو من بعيد. بتكرار الصدمات وتكرار إخراج أناس يدعون أنهم المهدي، سيورث هذا العادة وتعتاد الناس على هذا. تداول عدد كبير من المتابعين يوم أمس فيديو لرجل لم يعرف مكانه ولا زمان التصوير بالتحديد، ويدعي بأنه المهدي المنتظر. احموا المهدي! لا يمر شهر إلا ويظهر لنا في بلد عربي شخص أو أكثر يدعي أنه المسيح المخلص أو المهدي المنتظر. هذه نماذج من مختلف البلدان العربية، هذه النماذج كلها لرجال. أما أن تدعي امرأة أنها المهدي فهذا شيء غير مسبوق. انظروا. بسم الله العظيم، أنا المهدي المنتظر، أقص بعز جلالة الله. لقد ظهرت لكم أني يسوع المسيح، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، لقد ظهرت لكم من العراق. ويتباين الانقسام أكثر فأكثر، وستزداد الفئة المنكرة بكلية، لأنه بحد فهمهم الأعواج للدين سيكون هذا حرج لدينهم فينكرونه بشكل كلي. وفي ظل انتشار الفئات المنكرة سيكون سهلا محاربة المهدي الحق إذا ظهر، وسيقابل بالتكذيب والرفض حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهذا هو الفخ الذي تم نصبه على مدار سنين. وستفتر عزيمة الناس عندما يروا إسلام شخص، لأن إسلام الشخص هذا سيذكرهم بقول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيصبحوا يشككوا بأي مقطع يظهر فيه إسلام أشخاص، وعليه أوقفوا الوازع الديني هذا بالرجوع إلى الله والدين. فكل شخص يرى مقطع إسلام شخص سيعتقد أنه مفبرك، ولن يؤثر عليه كما كانت المقاطع تؤثر عليه المقاطع الحقيقية، فيكررون الصدمات حتى تصبح الأخطاء هي الأمور الصواب. فصار الملتزم بالسنة والقرآن الموحد الحق مطيل اللحية مقصر الثوب الذي كان محترم من قبل الناس، صار الآن نتيجة إخراج سفهاء تم تقليد الشكل الظاهري لهذا الملتزم، ومن ثم جعله يقوم بأسوأ الأمور وتصويرها ونشرها والتركيز عليها وتكرارها على أنه سيء، ووقع الناس بالفخ. فصار الناس ينظرون لهؤلاء أنهم إرهابيون متطرفون تكفيريون، وقيس على ذلك الشركيات والعري كلها تم نشرها بهذا الأسلوب.
بعد أن صدموا الناس أتوا إليهم ليقدموا لهم بديلهم الفاسد وهي المادية وزخرفوها للناس وصوروا أنها هي الحل للخروج من المشاكل التي هم اخترعوها. هل تتذكرون الذين انقسموا إلى قسمين؟ قسم كذب وقسم صدق، والذين كذبوا انقسموا لقسمين: قسم منكر إنكار كلي بالعواطف والرفض، وقسم أنكر بالدليل وفق الكتاب والسنة. الذين أنكروا الموضوع بعواطفهم والرفض لأجل الرفض كان لهم الدور الأكبر بالترويج لهذا البديل الفاسد. نشر مصطلحات نسبية وجعلها البديل في هذه الحياة مثل الإنسانية، ووجدت إسلام بلا مسلمين وهم أفضل مننا ويجب أن نقلدهم لنتطور. واعتنق الإنسانية أولا ومن ثم اعتنق ما تشاء وتجميل لهذه المصطلحات وضخها بمساعدة ماكينة إعلامية ضخمة على مدار الساعة. بعد انتشار جنون المادية والتقليد الأعمى للغرب ونظر العوام لكل ما يحصل في هذا العالم على أنه أمر عادي نتيجة تلقي الصدمات، كان لابد من صفعة قوية تجعل الناس تستيقظ من هذا السبات. فكان وباء كورونا أو المعروف كوفيد 19 الصفعة التي أيقظت الناس وكشفت زيف الشعارات الإنسانية وزيف شعار أنهم تربوا على احترام الغير من نعومة أظفارهم وأنهم تقدموا علينا. فكلنا رأينا سقوط هذه الإنسانية الزائفة في المحال التجارية وفي الطرقات عندما صار الناس يفكرون فقط بأنفسهم ولم يعيروا أي انتباه للإنسانية والتفكير بالغير، وكيف صاروا يستغنون عن العجائز والمعوقين المصابين بمرض داون والمصابون بالخرف. وكلنا شاهدنا هذا ولا أحد يقول لي أيضا حصل هذا في الدول الإسلامية. فنحن نقول دائما لا يوجد دولة إسلامية قائمة حاليا، وهناك مسلمون تأثروا بهذه المصطلحات الإنسانية الزائفة وتشبعوا بهذا الفكر المنحرف مبتعدين عن الدين الإسلامي، فبدر منهم نفس التصرفات في الغرب. وهذا ما يثبت أن الموضوع لا علاقة له بالغرب أو الشرق كنطاق جغرافي بل بالمبدأ بحد ذاته، فإن طبقنا مبدأهم عندنا أو عندهم سيعطي نفس النتيجة. ظهرت الحقيقة بضرورة وجود مبدأ ثابت ليس نسبي يحكم بين الناس، ولو أوكل الموضوع للناس لفسدت الأرض، وأن الدعاوي للمادية غير نافعة بأي شكل من الأشكال لجر منفعة للبشرية ككل، وإنما منفعة شخصية وتبريرات للجشع والطمع والاستغلال. فالمستغل صار يتحجج بالمادية بأنه يقدم المنفعة للطرف الآخر وهو ينتفع أيضا، وعليه ماديا لا يمكنك تخطئه أبدا من المنظور المادي. وبدأت الناس تفهم هذه الحقيقة وفهمت حقيقة الإلحاد العدمية، فصار العقلاء يرفضوه وانخفضت نسبته، وهذا على عكس المتبادر للناس. الإحصائيات تشير لتراجع عدد الملاحدة على مستوى العالم ليصل إلى 1.8% من عدد سكان العالم عام 2020، أو من أصر عليه كانت نهايته الانتحار أو يعيش بمشاكل نفسية. فكان لابد من نشر الدين الصحيح الذي يقوم هذه الاعوجاجات ويزيل هذه الشبهات. وهذا هو الرد على السؤال المتكرر: ليه بترد على الملاحدة؟ متى ستتوقفوا؟ ما هو هدفكم؟ لوين رايدين توصلوا؟ فلو كان ما نتبعه أو ندافع عنه رأيا لتراجعنا، ولو كان هوى لغيرنا، ولو كان دستورا وضعيا لعدلنا، ولو كان حظا لساومنا، ولو كان نصيبا لرضينا، ولكنه القرآن وهدي نبيه لعدنان الذي نحن بأشد الحاجة له في هذا الزمان. فلا تعتقدوا بأننا سنكل أو نمل، سنتابع ولن نتوقف. فالقضية بيننا وبينكم ليست قضايا شخصية، وإنما قضية إيمان وكفر، قضية مجتمعات يتم إبادتها ويتم قتلها بهذه المادية العدمية. فكم جلبتم أضرار على هذه المجتمعات وجعلتموهم يخسروا الدين والدنيا. ومن كان يعتقد أن دفاعنا وأن منهجنا هذا الذي نسير عليه هو لأجل خوف من النار فقط أو طمعا في الجنة فقط، فهو لا يعلم شيئا عن الإيمان. فإيماننا يحتم علينا اتباع أوامر الله تعالى وهدي نبيه العدنان حتى لو لم نأخذ جزاء. فلو قال لنا ربنا افعلوا هذا الشيء دون أن يقدم لنا جزاء فنحن سنفعله، لأنه هذا هو الإيمان، هذا هو التصديق. أما الجزاء الجنة والنار فهما حق ونؤمن بهما حقيقة، وربي أطلعنا عليهما لكي تنضبط هذه النفس البشرية. فالجسد ينضبط بقوانين وتشريعات ربي فرضها عليه مثل الحدود. النفس البشرية لا تنضبط إلا بالترغيب أو الترهيب. فمن عدل الله تعالى ومن رحمته فينا أطلعنا على ما لنا من عذاب وما لنا من جزاء في الجنة لتنضبط هذه النفس حتى لا تجنح إلى الشر
وهناك تجارب كثيرة نفسية طبقت على النفس البشرية وأثبتت أن النفس هذه من دون أسلوب تربوي يضبطها وهو أسلوب العقاب والثواب فلن تنضبط أبدا. فلا تعتقدوا أن المسلم الحق يفعل أوامر الله فقط لأجل الجنة وعليه لا قيمة للإيمان، بل نحن مؤمنون إن أعطانا الله الجنة أو لم يعطنا فنحن سننفذ أوامره لأننا نحن نؤمن بوجوده ونصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله ولا ينطق عن الهوى. وحتى لا يفهم كلامي خطأ وأقولها بعبارة يفهمها الجاهل والمتعلم، نحن نؤمن بأن الجنة حق والنار حق وأن وعد ربي حق، لكن أقول حتى لو لم يعدنا الله بالجنة لنفذنا أوامره لأن هذا من مقتضيات الإيمان، فنحن نؤمن به ونؤمن برسوله فننفذ أوامرهم إن وعدونا بالجنة أو لم يعدونا، فكل أوامره نحن نطبقها إن أتانا جزاء أو لم يأتينا جزاء، فنحن ننفذ هذا لأنه أمر من رب العالمين وسنبقى عليه ما حيينا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.